الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنحاول نحل بعض المسائل اللي معانا إن شاء الله. فهنبدأ ببعض المسائل على اليونتس والدايمنشنز والفلويد بروبيرز. الفلويد بروبيرز أو خواص أو يعني خصائص الفلويد زي الفيسكوستي وزي السيرفيس تنشن أو غيره. فعلى سبيل المثال معانا مسألة بتقول convert. هنبدأ بالconversion الأول أو التحويلات، وهي مسائل بسيطة جدا. فعلى سبيل المثال بيقول convert يعني حول الجاما بتساوي 1000 كيلو جرام على المتر المكعب، حولها للباوند على الفيت تكيب، حولها للباوند على الفيت تكيب، تمام. قدامنا مسألة بيقول convert لما يكون عندي جاما ب 1000 كيلو جرام على الباوند تكيب، 1000 كيلو جرام على المتر تكيب، عايزين نحولها لباوند على كيوب فيت او الفيت تكيب. بنعمل ازاي؟ نمسك اول او نمسك يونت نحولها لوحدها، نمسك وحدة ونحولها. بمعنى انا عندي على سبيل المثال حفظنا في لما شرحنا في اليونتس والدايمنشنز، قلنا ان الكيلو جرام في علاقه تربط ما بينه وما بين الباوند. مين حافظها؟ قلنا في علاقه تربط ما بين الكيلو جرام والباوند. فقلنا على سبيل ها قول اتفضل 205 اي بي. ايوه معنى الكلام ده الباوند فيه 453.6 جرام، يبقى انا رقم واحد اروح ضارب الالف دي الاول في الف عشان تبقى جرام، عشان تبقى ايه؟ جرام. وعلشان اروح من جرام لباوند اقسم على 453.6. مظبوط يا شباب ولا لا؟ تمام. يبقى انا في علاقه تربط ما بين الباوند وما بين الجرام، ان ال 1 باوند ايكوال تو 453.6 جرام. يبقى رقم واحد احول من كيلو جرام للجرام، وبعد ما احول من الكيلو جرام للجرام ابدا اقسم على 453.6 يوم كده احول لايه؟ للباوند. يبقى احنا كده حولنا اول حاجه. طب عشان احول من متر للفيت، من متر للفيت اعمل ايه؟ ايه العلاقه ما بين المتر والفيت؟ ايه العلاقه؟ الواحد صح. القدم ال 1 فيت 1 فوت ايكوال تو 30.48 سنتي. تمام. يبقى انا احول من المتر للسنتي، من متر للسنتي، من متر للسنتي اضرب ولا اقسم؟ ايه يا شباب؟ من متر للسنتي اضرب ولا اقسم؟ من متر للسنتي هنضرب، اضرب اضرب في 100، يبقى من متر للسنتي هضرب في 100، صح كده؟ تمام تمام يا دكتور. طب وبعد ما احول من متر لسنتي عايز اروح بقى من السنتي للفيت، بس خد بالك انا ضربت من متر للفيت ضربت، بس انا في البسط ولا في المقام؟ ها؟ في المقام. في المقام، يبقى كاني هقسم الرقم مش هضربه، فاهميني ولا لا؟ يعني انا هروح جاي في المقام تحت وضارب فيه 100، يبقى انا قسمت ال 1000 دي على 100، صح ولا لا؟ ناخد بالنا من دي. طيب بس خد بالك انا بحول من متر تكعيب لسنتيمتر تكعيب، منساش التكعيب، منساش التكعيب. ولذلك يا شباب من الاخطاء ان واحد بيروح كاتب متر لسنت ضرب في 100 لكن نسي التكعيب، ودي غلط، لان مسائل التحويلات انا بعلم فيها رقم الفاينل. ما مش هتقول لي بقى اصل انا ما انا حولت اللي فوق صح وغلطت في اللي تحت، ما فيهاش صح وغلط دي بقى، دي لا اما الرقم يطلع الكونفرجن صح او غلط، ما فيهاش انصاص دي. تمام. يبقى ببدا اضرب المقام، يبقى كاني بقسم ال1000 على اللي هقوله ده كاني في المقام في 100،
عشان اروح للسنتي بس 100 تكعيب، وبعد ما اروح لل 100 تكعيب ابدا اروح ايه؟ محول بقى من السنتي للفيت قاسم على 30 و48 من 100 تكعيب. طب تعالى نشوف كده نعملها ازاي. اهي رقم واحد، من كيلو جرام للباوند، من كيلو جرام للباوند احنا قلنا كنا ممكن نحول من كيلو جرام للجرام ومن الجرام للباوند، مظبوط يا شباب ولا لا؟ ها مظبوط ايوه تمام. بس انا كان برضو ممكن، ما انا لما هضرب فيه يبقى من كيلو جرام هضرب في 1000، واقسم ال1000 دي عايز حد يمسك فيكم آلة حاسبة، 1000 على 453.6 تطلع فيها كام؟ يلا يا شباب عايزين تفاعل بحيث الناس ما تنامش معانا، عايزين الناس كده تبقى شغالة معانا. اللي هي 2.205 اللي قصادك دي، مظبوط ولا لا؟ يبقى عشان اروح من الكيلو للباوند اضرب في 2.2، يبقى انا كده حولت كيلو جرام لايه؟ لباوند. حولت كيلو جرام للباوند، يبقى خلصنا من اول حاجه. يبقى خلصنا من اول حاجه، صح يا شباب؟ تمام. طيب اجي عايز احول من متر للفيت، ما انا عارف ان القدم فيه كام سنتي؟ القدم فيه كام سنتي؟ فيه 0.3. ايوه 0.3048 صح؟ تمام. يعني من الاخر يبقى القدم فيه 0.3048 متر، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. ماشي؟ تمام. يبقى اذا كان الواحد قدم يساوي 0.3048، يبقى انا لما اروح من المتر للفيت اقسم ولا اضرب؟ اضرب. ها ركزوا معايا. واحدة واحدة كده. بص بص يا سيدي، أنا في المقام تحت، أنا عارف إن القدم فيه 0.3 متر تقريبا، صح؟ تمام. طب أنا لما أروح من المتر للقدم أضرب ولا أقسم؟ لا هقسم. هقسم، أرجو الناس تفهم معايا، هقسم. بس أنا في المقام، طب مقام المقام بسط راح ضارب في 30.48 الكل تكعيب، واوعى ننسى التكعيب دي، اوعى ننسى التكعيب اللي قصادنا دي. يعني كده دكتور مش هحول متر لسنتيمتر، هو خدها مباشره من متر لسنت. وافرض واحد عايز يحولها من متر لسنت، من سنت لفيت، صح؟ واحد عايز ياخدها مختصر في خطوه واحده، صح؟ ماشي يا شباب. يبقى ضربنا في 2.2 عشان احول من كيلو جرام للباوند، وقسمت في المقام تحت، قسمت في المقام تحت على 0.3، ومقام المقام بسط، يبقى كاني ضربت فوق في 0.3048. وما ننساش التكعيب، ما ننساش التكعيب الموجوده قصادنا دي. ماشي يا شباب. قام طلع الرقم 62.42 باوند على الكيوبيك فيت. ها سهلة ولا صعبة؟ تمام. فيها مشكلة يا شباب؟ الشباب معايا، في حد معاه مشكلة؟ لا تمام يا دكتور. تمام. طيب تعالى التحويلة اللي بعدها. بيقول لك الجي بتساوي 9.8 متر على السكند سكوير. يعني تساوي كام فيت على السكند سكوير؟ ها؟ هي يا شباب نمشي واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة. أنا دلوقتي دي 9.8 متر على السكند، زي ما اتفقنا نمسك يونت يونت نحولها. بمعنى أمسك أول حاجة من متر الفيت، ها أعمل إيه يا شباب؟ هنضرب في 0.30. طيب مش ملاحظين معايا ان احنا بنتسرع؟ يعني ان احنا بنتسرع، احنا لسه قايلين من شويه. ايوه ما عشان كده بقول بنتسرع، انا لسه قايل من شويه القدم يا شباب في كام متر؟ دي 0.3084. صح،
يبقى لما عاوز اروح بقى من المتر للقدم اعمل ايه؟ اقسم. اقسم، يبقى اقسم على 0.3048 اهي. يبقى عملنا ايه؟ قسمنا على ال 0.03048. ليه؟ عشان انا رايح من الصغير للكبير. يبقى رايح، يبقى انا عارف ان القدم في 0.3 متر، يبقى من متر للقدم هقسم على 3 من 10. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. طب من سكند لسكند نحول؟ لا مش هنحول، زي ما هي عادي. زي ما هي عادي، وبالتالي كده ما عنديش ايه مشكله في التحويله دي، وبالتالي طلعت 32.2 من 10. ماشي يا شباب؟ ها نشوف اللي بعدها. بيقول لي حول قيمه للبريجر، قيمه للبريجر من 7 كيلو جرام على سنتيمتر تربيع لنيوتن على متر تربيع. يلا مين شاطر يحولها لنا؟ وعلى فكره انا بقول مش عشان تقول صح، يعني طبعا اتمنى تقول صح، لكن حاول واغلط. امال احنا بندرس ليه؟ احنا بندرس عشان نصحح ونتعلم مع بعض. بل بالعكس، انا لما اخطا والدكتور يصلح لي انا هستفيد من خطئي، مش هنساه ابدا، غير ان انا ابقى مجرد مستمع وخلاص عمال اتلقى معلومات. ايه يا شباب مين يقدر يقول؟ عايزين ممكن نضرب نيوتن، نضرب في 1000، هضرب في 981 900 9110. ايوه جدع. اسمك ايه؟ علي. ازيك يا علي؟ مية مية يا علي. احنا قلنا ايه العلاقة بين الكيلو جرام ونيوتن؟ ها؟ ايه؟ يبقى حول من كيلو جرام لنيوتن اضرب في 9.8 من 10، صح ولا لا؟ تمام. طيب يبقى كده حولنا، خلصنا من اول واحد. عايز اروح من سنتي المتر اعمل ايه؟ اقسم على 100. اقسم على 100 بس ما انساش ايه؟ تربيع. ايوه، ارجو الناس الشباب اللي معايا يعلم على التربيع دي، يقول لك ما تنساش التربيع. اهو يبقى ضرب في 9.8 من 10، وبعدين ضرب في 100 تربيع. ليه ضرب في 100 تربيع؟ ها مين شاطر يقول؟ مقام البسط زي مثلا. صح كده، ان انا في المقام تحت هقسم، يبقى مقام المقام بسط. يبقى شاطر فينا بقى يعمل ايه لما يجي يحل المساله ديت؟ يقول مثلا ايه؟ ركز معايا، يقول يساوي، مش عارف هو ايه الخط، يبقى قلت 7، يبقى قلت تساوي 7، واروح قصاد السبعه دي عامل او 7 مضروبه في، لو نعمل كده في امتحان تبقى حاجه كويسه، في، واروح قدام السبعه دي حاطط زي اشاره كسر كده وليكن، فاقول مثلا 7 في، عشان اروح من النيوتن من كيلو جرام لنيوتن يبقى اضرب في 9.8 من 10. يبقى كده خلصت البسط، خلصت الايه؟ البسط. اجي على المقام، عايزين نروح يا شباب من متر لكام؟ كان المسألة ايه؟ من متر لكام؟ لا من سنتيمتر لمتر تربيع. ماشي، من سنتيمتر لمتر تربيع، تمام؟ طيب اروح قايل ايه بقى؟ اروح قايل انا في المقام تحت ومن سنتي المتر، يبقى كأني بقسم واحد على 100، واحد على 0.3 بتاع ده، واحد على 100 ماشي تربيع، الكل تربيع صح كده. يبقى كأني ضربت فوق، يعني ممكن امسح الخطوه دي كنترول سي اهي، يبقى كأني ضربت فوق في 100 تربيع. Thank you.
كده يا شباب مفهومة ولا فيها مشكلة؟ ها مين عنده فيها مشكلة؟ تمام الحال كده؟ مين عنده فيها مشكلة؟ طيب نشوف اللي بعدها. في مسألة تانية برضو معانا بتقول عايزين نحول 710 داين على سنتيمتر تكعيب لنيوتن على متر تكعيب. من داين على سنتيمتر تكعيب لنيوتن على المتر تكعيب، نعمل ايه يا شباب؟ يلا يبقى نمسك اول واحدة اول يونت ونحولها. من داين لنيوتن، ايه العلاقة ما بين الداين والنيوتن؟ نيوتن في 10 باور 5 داين. ايوه احنا قلنا ان الواحد نيوتن بيساوي 10 اس 5 ايه؟ داين. داين. يبقى عشان اروح من الداين لنيوتن اقسم ولا اضرب؟ اقسم على 10. طب نضرب من داين لنيوتن نعمل ايه؟ نضرب 10 اس 5. لا اذا كان النيوتن فيه 10 اس 5 داين يبقى من داين لنيوتن يبقى هقسم صح. نعم هنضرب 10 اس سالب 5 صح، يعني كاني قسمت على 10 اس 5. مظبوط يا شباب؟ في مشكله؟ طب نيجي على اللي بعدها. طب من سنتي الوحده بقى سنتيمتر تكعيب لمتر تكعيب اعمل ايه؟ انا هقسم عشان اروح من سنت المتر هقسم، وما ان انا في المقام يبقى مقام المقام ايه؟ بس يبقى هضرب الفاليو في 100 تكعيب صح ولا لا؟ يبقى اهي يلا يبقى اول حاجه ها قسمنا على 10 اس 5 ليه؟ ها ليه يا شباب قسمنا على 10 اس 5؟ هنحول النيوتن للداين. بالظبط حولت الداين للنيوتن وانا عندي الواحد نيوتن 10 اس 5 داين، يبقى من داين لنيوتن اقسم على 10 اس 5. طيب ليه ضربنا في 100 تكعيب؟ ها ليه ضربنا في 100 تكعيب؟ عشان انا حولت من سنت المتر فقسمت وانا بقسم في المقام تحت لان السنت تحت في المقام. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا، فرق ما بين البسط والمقام الى اخره. طيب من سنت المتر هقسم وما ان انا بقسم في المقام يبقى بقت واحد على 100 لكل تكعيب، ومقام المقام ايه يا شباب؟ بسط. يبقى كاني ضربت في 100 ايه؟ في 100 تكعيب. ماشي؟ يبقى انا ضربت في 100 تكعيب. يبقى عشان لما نيجي نحول من داين على سنتيمتر تكعيب لباوند على الفيت تكعيب نحول الاول من داين لباوند. من داين عفوا لنيوتن. ونيوتن لباوند. ومن نيوتن لباوند، صح. من داين لنيوتن عفوا ايوه ماشي، من داين لنيوتن نعمل ايه؟ قسم على واحد على 10 اس 5. قاسم على 10 اس 5؟ لا اضرب اضرب في 10 اس 5. لا لا قاسم اضرب في 1 على 10 اس 5. تمام من داين لنيوتن. ها يا شباب احنا لسه عاملينها فوق. 1 على 10 اس 5 ماشي اضرب في 10 اس 5 لان النيوتن فيه 10 اس 5 داين. النيوتن فيه 10 اس 5 داين، يبقى عشان اروح من الداين للنيوتن اقسم ولا اضرب؟ اقسم. جدع. طيب عايز بقى اروح من النيوتن للباوند اعمل ايه تاني؟ اذا كان الواحد باوند فيه 4 و44 من 100 نيوتن، يبقى انا اعمل ايه عشان اروح من النيوتن للباوند؟ اقسم برضه.
اقسم برضو على 44%، يبقى انا كده رحت من الداين للنيوتن. طب تعالى نروح بقى من السنتي للفيت، نعمل ايه؟ يلا، عايز حد شاطر يقول لي ايه العلاقة بين السنتي بين السنتي والفيت؟ ايوه، القدم في 30.48 من 100 سنتي، يبقى لما اروح من السنتي للقدم اعمل ايه؟ ده متر يا دكتور. القدم الوان فوت، القدم الواحد في 30.48 من 100 سنتي، يبقى لما اروح من السنتي للفيت اعمل ايه؟ يبقى اقسم، صح كده؟ يبقى اقسم على 30.48 الكل تكيب، وانا في المقام تحت يبقى المقام ايه؟ بسط. اهو ده اللي عمله. بص يا سيدي، دكتور ممكن السؤال معلش؟ نعم اتفضل. دكتور العلاقه بين الفيت والمتر مش السنت يا دكتور. العلاقه بين ايه وايه؟ العلاقه اللي هي 3.48 متر في السنتي، اللي هي 1 فيت. يعني القدم في 30 متر؟ لا 3 من 10 اصلا. ما هو 3 من 10 متر او 30 سنتي، صح ولا لا؟ اه تمام. صح ولا لا؟ اه تمام. ماشي. يبقى يا ريس اهو، الاول حول من داين لنيوتن فطلعت خلاص، هو خد بقى الرقم الاخير اللي هو 7100 نيوتن دوت، وراح قسمه على 4.44 من 100، يبقى كده حوله من ايه لايه؟ من نيوتن لايه؟ لباوند. وبعد كده هو طبعا هو خد، بصوا يا شباب، هو خد ال 7100 نيوتن عملت التكيب وبدا يشتغل عليها، فعشان كده ضرب فوق في 3 من 10. لكن لو انت هتبدا من البدايه هتقول يبقى ال 710 دي مقسومه على 10 اس 5 ومضروبه في 30.48 من 100 لكل تكيب، الكل تكيب، وما تنساش التكيب دي عشان تطلع في الاخر في التكيب. مين عنده مشكله حتى الان؟ طيب اللي بعده، لو عايزين على سبيل المثال نحول من 400 او 4640 4640 و 48 من 100 او ال 84 من 100 بواز، ونحولها لباسكال سكند وباوند على الفيت سكوير سكند، نعمل ايه؟ نمسك واحده واحده. عايزين نحول من طب واحده واحده، هو الباسكال سكند دي نفكها بايه؟ نيوتن على المتر سكوير في السكند. صح كده، يبقى نشيل الباسكال واحط مكانها نيوتن على المتر تربيع سكند، تمام؟ طيب لما نضرب الكلام ده بقى يا سيدي، عايزين نحول بقى البواز، يبقى البواز ده كان داين على السنتيمتر تربيع سكند، خلاص السكند دي مش مزعله حد. يبقى انا عايز اروح من داين للباوند لنيوتن عفوا، اعمل ايه؟ ها؟ من داين لنيوتن اعمل ايه؟ جدع، هقسم على 10 اس 5 صح؟ لان النيوتن فيه 10 اس 5 داين. ماشي، حولنا كده من الداين للنيوتن. يتبقى بقى من سنتيمتر تربيع، انا في المقام تحت خد بالك، من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع اعمل ايه؟ اضرب 100 اس 2. انا هقسم في المقام تحت، ولكن مقام ايه؟ مقام اهو. وبالتالي يبقى الحل بتاعنا هو طبعا في تحويله مباشره عندك في الكتاب، ان ما بين البواز اللي هو داين في السكند على سنتيمتر تربيع للنيوتن
على المتر التربيع في السكند، اللي انا معروف ان الواحد نيوتن في السكند على متر التربيع 1/10، بس انا مش عايز نعملها كده في الامتحان، انا عايز نجيبها من الفيرست برينسيبلز على طول. يعني اقول ها نكتبها في الجنب هنا كده ونجربها ونشوفها طلعت زي ديت ولا لا. يلا تعالى كده نجرب من بعض مع بعض. اضرب يا ريت، معلش آلة حاسبة لأن معرفش الخط هنا في الملف صغير ليه، مش عارف أقدر أتغلب عليه. يلا 4640 و84 من 100 عايزين نحولها بقى من داين للسكند، للعفوا من داين للنيوتن. يلا اقسم الرقم ده على كام؟ على 10 أس 5. على 10 أس 5. قول لي طلع فيها كام؟ 0.04. ها 0.04. اتفقوا على رقم، انا مش بحسب، مع مش معايا الحاسب. ها تمام يا دكتور، رقم صح. كام؟ 0.046. يبقى انا كده حولت من ال ايه دلوقتي؟ خلي الرقم ده على الميموري، خلي الرقم ده على الميموري. من الداين للايه؟ للنيوتن. ماشي، يتبقى نحول من ايه لايه؟ من سنتي سنتيمتر تربيع للمتر تربيع. عشان اروح من السنتي للمتر اقسم، وانا في المقام تحت يبقى مقام المقام ايه؟ بسط. بسط، يبقى انا هضرب فوق في 100 تربيع. الضرب دي بقى الرقم طلعته ده في 100 تربيع طلع لي 0.084. يعني الرقم ده صح كده؟ تمام. اه تمام ماشي، 100 100. طيب يلا لو عايزين بقى نحول، ها الرقم ده وحدته ايه؟ نيوتن على متر سكوير في السكند. لو عايزين نحوله للباوند على الفيت سكوير سكند، يلا ايه العلاقه ما بين الباوند والنيوتن؟ ها يبقى عشان اروح بقى من النيوتن للباوند هعمل ايه؟ اضرب اقسم برضه اقسم على 4 و44 من 100. يبقى هقسم اول حاجه على 44 من 100، يبقى انا كده حولت من ايه لايه؟ من نيوتن للباوند. من نيوتن للباوند، ممتاز. طب يلا عايزين بقى نحول من المتر للفيت، ما العلاقة بين الفيت والمتر؟ واحدة واحدة، ها انا من متر لفيت الاول، ايه العلاقة بين الفيت والمتر؟ واحدة واحدة، ايه العلاقة بين الفيت والمتر؟ 0.3، الفيت بيساوي 0.3084. صح، 0.48. ماشي، يبقى من متر الفيت اقسم، مظبوط ولا لا؟ تمام. وانا في المقام تحت يبقى مقام المقام ايه؟ بسط، يبقى اضرب. اضرب فوق في 0.3048، وما انساش ايه؟ ها؟ مين صاحي معانا؟ ما انساش التربيع. دي اهم حاجه، لان الكل بيغلط في الكلام ده. الاقي حول ارقام صح لكن ناس التربيع، ناس التكعيب، وبالتالي عنده مشكله اهو. يبقى قسم الرقم على 44 من 100، 4 44، عشان نحول من نيوتن للباوند. وقسمنا في المقام تحت، يعني ضربنا فوق في 3/10 كل تربيع. وارجو الناس تكتب جنب الكلام ده، ما تنساش التربيع دي، ما تنساش التربيع، لان مسائل الوحدات بتحاسب الطالب فيها على الرقم الفاينل. مش هقول انا حولت دي صح، ما اعرفش، هو خلاص الرقم النهائي مش هو طالع رقم صح. لحد هنا يا شباب في مشكله؟ تعال نقرا مع بعض المساله كده ونشوف هو عايز فيها ايه. المساله دي من مسائل السيرف استنشن او ابلكيشن اوف سيرف استنشن، تطبيقات السيرف استنشن. وتطبيقات السيرف استنشن منها كابلري افكت او التاثير الشعري، التاثير الشعري او الخاصيه الشعريه، اللي هي خاصيه ارتفاع او انخفاض السوائل في الانابيب الشعريه، واحنا بنسميها انابيب كابلري
بايبز لانها يعني القطر بتاعها صغير جدا، يقترب يعني من صح التعبير من الشعره كده. فبيقول لي كالكوليت ذا كابيلري افكت ان مليمترز ان جلاس تيوب اوف 4 مليمتر دايمتر وين اميرجد ان، لما تغمر الانبوبه قطرها 4 مليمتر، ناخد بالنا من الوحدات، هتغمر فيه مره في الميه ومره في الميركوري او الزئبق. طيب بيقول لك ان التمبريتشر اوف ليكويد از 20 سنتي ماشي، and the value of surface tension for water and mercury عند الدرجه دي، هو ادهلنا لما راح من الجداول بتاعه السيرفيس تنشن طلع ان السيجما او السيرفيس تنشن عنده بالنسبه للميه 0.0075 كيلو جرام بير متر، وبالنسبه للزئبق 0.052 كيلو جرام بير متر. تمام. وبيقول لك ان الكونتاكت انجل بالنسبه للميه صفر صفر، وبالنسبه للميركوري 130، معنى كده ان هو عامل زاويه مقعره او شكل مقعر. تمام. يعني عايز يحسب التاثير التاثير الشعري او الخاصيه الشعريه اللي هتؤثر في الانبوبه دي. انا عندي في قانون بيقول ان الاتش بيساوي 4 سيجما كوزين سيتا على جاما في دي، 4 سيجما كوزين سيتا على جاما في الدي، 4 سيجما كوزين سيتا على جاما في الدي. يبقى انا عندي امسك حاجه حاجه بالنسبه للميه، على سبيل المثال اهو يبقى 4 سيجما كوزين سيتا على جاما دي، 4 سيجما كوزين سيتا على جاما دي. طيب سيجما قال لي كام في المساله، طلعها زي من التيبل بالنسبه للميه، السيجما كانت بكام؟ 75000. رحت واخد السيجما دي ها وحطيتها هنا في القانون 0.075 في تمام كوزين سيتا اللي هي بصفر. طيب امال هو ليه ضرب فوق في 9.81؟ نركز مع بعض، ليه ضرب في 9.81؟ هقول لك ليه. طب ليه عايز يحول من كيلو جرام لنيوتن؟ ايه الفكره؟ هو صح بس ليه؟ هقول لك ليه. هو هيقسم بعد كده على جاما في الدي، جاما للميه بكام؟ 9810 نيوتن عن متر تكيف. يبقى ما ينفعش يحط في نفس القانون، لما يجي يعوض في قانون يحط وحده فورس بنيوتن ووحده فورس بالكيلو جرام، ما ينفعش. لازم في قاعده عشان مسالتك تطلع صح، جميع الوحدات الفورس تبقى واحده، جميع الاطوال واحده، جميع التايم يبقى واحد. ما ينفعش مثلا احط حاجه ملي، يعني على سبيل المثال هو دلوقتي ضرب في 9.8 عشان يحول الكيلو جرام على المتر، يخليها ايه يا شباب؟ يخليها ايه؟ يخليها كيلو جرام للمتر. ما هي كيلو جرام على المتر، يخليها ايه؟ يخليها نيوتن على المتر. حلو، يبقى فوق نيوتن وتحت هنا ايه برضو؟ ها؟ تحت النيوتن. يبقى وحدات الفورس واحدة ولا لا دلوقتي؟ واحدة. تمام. طب الدايمتر احطها بكام؟ هو ايه الدايمتر بكام؟ 4 ملي. ايوه. عشان كده راح ضاربها في 10 اس 3، ليه ضاربها في 10 اس 3؟ مش هحولها من يبقى في بعد ما عملت كده ابص كده على المساله بتاعتي الاقي ان كل الفورسز ان ذا سيم يونت اللي هو نيوتن، كل اللينثز ان ذا سيم يونت اللي هي الملي ان هو المتر، وهكذا. يبقى انا لما اجي اعوض في اي قانون يا شباب اتاكد ان جميع وحدات الفورس واحده، جميع وحدات الاطوال واحده، جميع وحدات التايم واحد، وهكذا. ماشي.
قامت طلعت الوحده ان الاتش بالبوزيتيف، معنى كده ان في ارتفاع في الانبوبه الشعريه مقداره كذا متر، فلما عايز يروح للمليمتر قام قسم على 1000 فطلعت 7.5 مليمتر. لما نطبق نفس الكلام للميركري احط سيجما 0.052 اهي، وبرضه اضربها في 9.8 عشان احولها لنيوتن على المتر بدل ما هي كان كيلو جرام على المتر، في كوزاين 130 هو مديها لي في المساله. ايوه جاما للميركري عباره عن الاس جي للزئبق اللي هو 13.6 في الجاما ووتر، وال 13.6 من عارف تحفظ، قلنا في المحاضره انها تحفظ تحفظ، يبقى 13.6 من 10 في 9810، يبقى انا كده حولت او انا كده جبت الجاما للميركري. نظر اني انا حاطط الزاويه منفرجه 130 فتطلع الاشاره نيجاتيف، فمعنى كده ان دوت ديبريشن يعني انخفاض، انخفاض مش ارتفاع، وبعد كده قسمه على 1000 فطلع بكذا مليمتر. تعال نشوف المساله اللي بعدها. دي بقى مساله من مسائل الفيسكوستي، من مسائل الفيسكوستي. بيقول the space between square smooth flat plate، يعني المسافه ما بين مربع او بليت على شكل مربع مساحته 50x50 سنتيمتر، and يبقى المسافه ما بينه and smooth inclined plane تمام ومستوى مايل، الميل بتاعه 1:100، يعني المستوى ده مايل بميل 1:100، 1:100 زي ما احنا شايفين في المساله كده 1:100. يبقى لما اجيب تاني الزاويه اقدر اجيب منها المقابل على المجاور، اقدر اجيب الزاويه دي تبقى كام. اسفيلد يبقى المسافه اللي ما بين البليت ده والمستوى ده فيلد ويذ ان اويل فيلم، مليناها بطبقه من الزيت، الاس جي بتاعه 9/10، يبقى كان الثيكنس ده 1/100 سنتي. ديترماين ذا كاينيماتيك فيسكوستي، اوجد الكاينيماتيك فيسكوستي خلاص. ان ستوك اف ذا بليت از 2.3 كيلو جرام، لو كانت البليت اللي عندي 2.3 وزنها كيلو جرام ماشي، عايز يبقى المعنى كده ان المساله عايز الكاينيماتيك فيسكوستي. طيب دايما لما اجي احل اي مساله اجيبها من الراجع، يعني ايه اجيبها من الراجع؟ اقول اولا هو الكينيماتيك فيسكوستي بيساوي ايه؟ ايه يا شباب الكينيماتيك فيسكوستي تساوي ايه؟ تساوي دكتور ميو على الرو، صح ميو على الرو، ميو على الرو تمام. يبقى انا علشان اجيب الكينيماتيك فيسكوستي محتاج اجيب ايه الاول؟ اجيب الميو اللي هو الديناميك فيسكوستي، ولما اجيب الديناميك فيسكوستي اقسمها على الرو جبت الكينيماتيك فيسكوستي. لحد هنا في مشكله؟ احنا عايزين نفهم المساله مش مجرد ان نقول الخطوات، لا انا عايز تفهم المساله ازاي. طيب اجيب الكينيماتيك فيسكوستي، اجيب عفوا الديناميك فيسكوستي منين؟ طيب تعال ها ها نجيبها ازاي؟ ايوه نكتب القانون مع بعض، نقول ان التاو تساوي الميو في الفي على الواي، وعايز الشباب يكتب القانون دوت معايا علشان نحفظه. التاو تساوي الميو في الفي على الواي، التاو تساوي الميو في الفي على الواي تمام. التاو دي اللي هي ايه؟ لا شير ستريس، لا شير ستريس، الشير ستريس. يبقى روح كاتب قدامي القانون كده، يبقى اكتب قدامي كده اقول ان التاو تساوي الميو في الفي على الواي، التاو تساوي الميو، معلش انا كتبتها اما عشان مش قادر اعمل على الكيبورد الميو، يبقى التاو ودي برضو تاو مش تي، بس انت طبعا انتوا فاهمين القانون ده ان التاو تساوي الميو في الفي على الواي ماشي.
والتاو اللي هي الشير ستريس اللي هو عبارة عن الفورس الفريكشن فورس على اريا على الاريا تساوي الميو في الفي على الواي. دايما لما تيجي لنا مسألة فيسكوستي احط القانون ده قدامي واشوف ايه المجهول عندي. حط القانون ده اقول ان الاف على ايه تساوي الميو في الفي على الواي. وابدا اشوف هو انا عايز من القانون ده اجيب ايه. ها مين معايا يا شباب عايزين نجيب ايه من الميو؟ صح. يبقى ادور على الفور بارامترز التانيين اشوف موجودين عندي ولا لا. ماشي. طيب اول بارامتر عندي اللي هو الاف. ايه الاف؟ دي الفورس المسببه للفريكشن او الفريكشن فورس اللي ناتجه من الحركه دي. فريكشن فورس قوه الاحتكاك اللي ناتجه من الحركه. طيب طب الاريا السطح المعرض للفريكشن السطح المعرض للاحتكاك. يبقى الاف هو الفورس المسببه للفريكشن فورس اللي عندي لقوه الاحتكاك والاريا السطح المعرض للاحتكاك. طيب والفي سرعه البليد. الفي سرعه البليد سرعه البليد. طب والواي سمك طبقه الزيت. لو كتبنا ارجو ان الشباب قدامي يكتب القانون ده لان لما افهم كل رمز يعبر عن ايه هقدر احل المسائل ما يبقاش عندي مشكله. يبقى اف على ايه تساوي الميو في الفي على الواي. اف على ايه تساوي الميو في الفي على الواي. طيب الاف قلنا هي يا شباب الاف قوه المسببه لقوه الاحتكاك. هي قوه الاحتكاك اللي ناتجه عندنا الفريكشن فورس اللي ناتجه. تمام. الاريا او الايه ويمثل ايه السطح المعرض السطح المعرض للاحتكاك. طب الفي سرعة البليد سرعة البليد. طب والواي سمك طبقة الزيت سمك طبقة الزيت. تعالى بقى هنطبق القانون ده على اي مسألة قدامنا نحلها ان شاء الله. تعالى بقى نرجع تاني للمسألة بتاعتي. تعالى نشوف فين بقى الحاجات اللي ناقصة عندي. نبدأ نكتب القانون عندنا اهو. اولا الاي المساحه المعرضه للفريكشن قال لي هو البليد دي كام في كام؟ 50 في 50. يبقى 50 في 50 يبقى 2500 سنتيمتر تربيع. جميل. طب وسمك طبقه الزيت كام؟ قال لي كام؟ 1 من 100. ماشي. طب دي 1 من 100 سنتي واللي فوق سنتي يبقى شغال ماشي كله على نفس اليونت. جميل. طب الفي الفي خلاص السرعه مديها لنا كام؟ ها كام يا شباب؟ الفي مديها 9 قايل انها 9 خلاص. دكتور كاتب فين في المسألة دكتور انها 9؟ كاتب فين؟ فهو قال لي ان السرعة 9. طيب طيب المعلومة اللي اداها لي تانية وزن البليد قال ان هو 2.3 كيلو. طيب هل وزن البليد هو كله اللي هينتج عنه فريكشن فورس او قوة احتكاك ولا ايه اللي هيسبب قوة احتكاك؟ ها مش الدبليو ده بيتحلل ليه دبليو كوزين سيتا ودبليو ساين سيتا. اي القوتين اللي يسبب شير ستريس؟ شير ستريس الموازيه اللي هي ايه؟ ساين سيتا. يبقى دبليو ساين سيتا صح كده. ماشي. هو قال لي ان الوزن 2.3 يبقى اروح 2.3 ساين الزاويه وانا اقدر اجيب ساين الزاويه. ان انا عندي الميل 1 لـ100 يبقى تاني الزاويه اقدر اجيب انفرس تاني اقدر اجيب الزاويه بكام؟ مظبوط ولا لا؟ تمام.
فطلعت الزاوية بقد كذا اهي. ماشي. طيب. يبقى القوة اللي هتسبب فريكشن هي عبارة عن الدابلو ساين سيتا. دابلو ساين سيتا. طب هو مديني الدابلو بكام؟ ها؟ دبليو؟ اه. ها؟ مع بعض كده مدينا الدبليو بكام؟ 2 و 3 من 10 صح؟ خد بالك هو قال لك طلع الكلمات الفيسكوستي ان ستوك، هو ستوك ده نظام ايه؟ ها مين شاطر يقول ستوك ده نظام ايه؟ ستوك دكتور عباره عن ستوك. ها الستوك ده نظام ايه يا شباب؟ انجليزي ولا فرنسي ولا نظام ايه؟ فرنسي. يبقى معنى الكلام ده محتاجين نحول القوه اللي هي بالكيلو جرام هنا نحولها للنظام الفرنسي. هو القوه في النظام الفرنسي بكام؟ بالداين. طب يلا عايزين نحول بقى من كيلو جرام لداين، نعمل ايه؟ ممكن دكتور احولها لجرام، جرام حول. يلا طب قول نحولها بقى ازاي؟ احول اول حاجه 2 و 3 اضربها ب 1000 عشان احولها لجرام. حلو. جرام اضرب لو سمحت 8 عشان احولها دايم. تمام. يبقى هضرب في 1000 عشان احول ايه؟ كيلو جرام لجرام. يبقى احول من اضرب في 1000 عشان احول الكيلو جرام للجرام، وبعد كده اضرب في 981 عشان احول لايه؟ ها؟ للداين. للداين. يبقى الاول احولها دكتور من الكيلو جرام للنيوتن ومن نيوتن للداين على طول. اي كلاهما سكه ابو زيد كلها مسالك، اي حاجه المهم احلها صح. يبقى ضرب في 1000 بقت 2300 جرام، وبعد كده قال لك يبقى الاف عباره عن دبليو ساين سيتا، يبقى ال 2300 ضربها تاني في 981 عشان يبقى الوحده ايه هنا؟ داين. داين. يبقى الاف عباره عن دبليو ساين سيتا، وسيتا موجوده عندنا. ماشي. يبقى ارجع بقى للقانون، اف على ايه تساوي، ويا ريت تكتبوا معايا يا شباب، اف على ايه تساوي الميو في الفي على الواي. ماشي. مش هو نفس الكلام؟ طيب يبقى اف على ايه، اف على ايه تساوي الميو في الفي على الواي. مش هقدر برضه اقول يبقى الاف تساوي الميو في الفي على الواي في الايه، وديت المقام ضربته في الحد اللي كان في الجنب ده. تمام. لحد هنا في مشكله؟ لا. تمام. يبقى دي تمثل الاف، يبقى الاف على الاي رحنا مودين الاي الناحيه الثانيه مضروبه اهي. يبقى الاف تساوي ميو في الفي على الواي في الاي. ماشي يا شباب؟ تمام. يبقى الاف مظبوطه ولا فيها مشكله؟ يبقى 2300 حولناها من كيلو جرام لجرام، وبعدين ضربنا ب 980 حولناها للداين. ساين سيتا جبناها تساوي الميو في الفي على الواي في الاريا بالسنتي. لما اجي ابص كده للقانون اللي قدامي ده، ماشي، وحدات الفورس داين، وحدات الاطوال سنتي اللي هو الواي، والاريا سنتي، يبقى الامور ماشيه ولا لا؟ تمام. ماشي كده؟ تمام. يبقى تطلع الوحدة الميو تطلع وحدتها ايه بقى؟ مين شاطر يقول لي من من التعويضة دي؟ ها الميو فاكرين وحدتها تطلع ايه؟
تمام، اللي هو تبقى ايه بقى؟ داين في السكند على سنتيمتر سكوير، داين في السكند على سنتيمتر سكوير. مظبوط يا شباب؟ فاكرين لما قلنا ان الفيسكوستي ليها وحده وحده ابعاد في نظام الفورس ووحده ابعاد في نظام الماس سيستم؟ مين فاكر؟ مش انا قلت ان الفيسكوستي ليها معادله ابعاد في نظام الفورس سيستم اللي هي كانت عباره عن FTL باور ماينس 2؟ تمام. وقلنا دي ليها معادلة أبعاد لنفس الكمية بس في نظام الماس سيستم كانت ML ماينس 1 T ماينس 1. تمام. يبقى أنا لما أقول الميو بـ 0.01 بواز يعني تساوي داين في السكند على سنتيمتر سكوير أو نيوتن لا او جرام ماس على سنتيمتر في السكند، الاثنين دول اسمهم بواز. يبقى داين في السكند على سنتيمتر سكوير تساوي جرام على سنتيمتر سكند، صح ولا لا؟ يبقى الوحده دي هي كمان زي ما هي داين في السكند على سنتيمتر سكوير ايضا تساوي 1/100 جرام على سنتيمتر سكند. علشان كده قسم الميو على رو عشان يجيب الكميات الفيسكوستي، وحط انا قايل لي ان الاس جي بكام عندي في المساله بكام؟ ب 9 من 10. يبقى الرو بتاعت السائل دوت نجيبها منين؟ اضرب 9 من 10 في ايه؟ هضرب في 110. لا انا هضرب، انا عايز الرو. الرو اقسم بقى دي. انا هضرب عشان اجيب الرول لاي فلويد هو عباره عن الاس جي في رو ميه. احط رو ميه بكام؟ ها احط رو ميه بكام؟ وحدتها تبقى ايه؟ خد بالك ان فوق الوحده جرام على السنتيمتر في السكند، يبقى انا احط الرو بكام؟ احطها بكام؟ يبقى احط، يبقى الرول الفلويد عباره عن الاس جي للفلويد في جاما في رو ووتر، واحط الووتر بواحد جرام على سنتيمتر تكعيب. مش فوق جرام في الباست فوق؟ مش فوق جرام، صح ولا لا؟ يبقى احط تحت كمان رو، هي بكام بالايه؟ هي كمان بايه؟ بالجرام. يبقى 9 من 10 في 1، يبقى دي ضربت الاس جي في رو ووتر عشان اجيب رول الفلويد الموجود عندي، ومنه طلع ان الكيماتيك فيسكوستي بواحد او ب 0.011 ستوك. يعني ايه؟ ها يعني الوحده ايه يا شباب؟ سنتيمتر على سكند سكوير، صح ولا لا؟ سنتيمتر على السكند سكوير، صح؟ لا يعني سنتيمتر سكوير على السكند أو عفوا سنتيمتر سكوير على السكند، صح كده؟ على الستوك اللي هي الستوك. الوحدات متظبطة ولا لأ؟ مين عنده مشكلة في المسألة دي؟ طب نيجي نشوف كده مسألة كمان. المسألة بيقول عندي في أبيستون، أبيستون 11.96 دايمتر قطر بتاعه بتاع البيستون، وطبعا البيستون معناه مكبس، اسطوانة بتتحرك جوه اسطوانة، تتحرك اسطوانة بتتحرك جوه اسطوانة. فبيقول لي إن البيستون ده، إن البيستون ده قطره، قطر البيستون ده 11.96، القطر 11.96، والطول او مسافه الخطوه اللي بيتحرك فيها 14 سنتي، 14 سنتي. طيب
طيب، وبيقول لي بيشتغل في سلندر طبعا، ان هو طالما هيتحرك في اسطوانه يبقى لازم الاسطوانه الثانيه تكون اكبر منه. فالاسطوانه الثانيه قطرها 12 سم في طبعا مسافه خلوص. طبعا لو ما حطيناش زيت زي زيت العربيه كده هيبدا يحصل فريكشن ما بين البيستون والبايب اللي بيتحرك جواها، وبالتالي يتولد فريكشن عالي. يبقى انا محتاج احط هنا زيت علشان يقلل من الاحتكاك اللي هيحصل ده. طيب، فبيقول لي عشان نقاوم الاحتكاك دوت حطينا ما بينهم في المسافه الموجوده هنا دي كده، المسافه دي خلاص. يبقى انا لو جيت بصيت على البيستون دوت من فوق كده هلاقي فوق، مع ان طبعا عايزين يبقى الاسقاط يبقى تحتها بس عشان المسافه هاخد حاجه في الجنب كده، يبقى ده البيستون وبيتحرك في بيستون اكبر منه شويه اهو. قطر البيستون نفسه الصغير اللي بيتحرك 11.96 مم، وقطر البايب الاكبر او السلندر الاكبر 12 سم، وطول طبعا الخطوه اللي بيتحرك بيها البيستون ده 14 سم. فعشان نمنع او نقلل من الفريكشن حطينا زيت الفيسكوس بتاعته 0.65 بواز. يعني ممكن نشيل كلمه بواز نحط مكانها ايه؟ ها؟ يبقى ممكن اشيل بواز واحط مكانها جرام ماس على سنتيمتر سكند، او داين في السكند على سنتيمتر سكوير. كالكوليت ذا سبيد، احسب السرعه اللي بيتحرك بيها البيستون ويتش كالكوليت ذا سبيد ات ويتش ذا بيستون وين موف ثرو ذا سلندر وين ذا اكسيال لود. الاكسيال لود ففي الرسمة اهي الاف اللي بتتحرك بيها 86 كيلو جرام مش واحد. نجليك ذا انرشي او ذا بيستون، تأثير الانرشي. عايزين نحسب السرعة. طيب، طالما اللي احنا بنتكلم عن مسائل الفيسكوستي قلنا نكتب القانون، مين اللي حافظه معانا؟ ها؟ ايه قانون الفيسكوستي بنحل بيه المسائل؟ يبقى التاو تساوي الميو في الفي على الواي. التاو بتساوي ميو. التاو تساوي الميو في الفي على الواي، والتاو اصلا بتساوي ايه على ايه؟ اف على ايه؟ اف على ايه؟ فورس على اريا. يبقى اف على ايه تساوي الميو في الفي على الواي. انا عايز من القانون ده ايه؟ عايز اجيب ايه منه؟ الفي. طب انا عندي الاف اللي مسببه للفريكشن بكام؟ بوينت 0.086 ماشي. طب عندي الاريا المسببه للفريكشن او اللي هتتعرض للفريكشن اللي هي ايه؟ 4%. جبت منين 4% دي؟ طرحت ال 12 من ال 11 96. لما تطرح 12 من ابص اطرح 12 هو القطر الكبير، اطرح منه القطر الصغير، يوم يديني ايه؟ هيديني السمك. هيديني السمك مضروب في 2 ليه؟ لان هنا سمك وهنا سمك، صح ولا لا؟ ما انا لما اقول لك سمك يعني الزيت ده بيشغل ثيكنس مقداره كام؟ تقول لي عباره عن ايه؟ اللي هو الواي سمك طبقه الزيت. ها؟ اجيبها منين؟ هتبقى بين المكبس والاسطوانه. صح. يبقى اللي هي عباره عن دي الكبيره ناقص دي الصغيره على 2، او ار الكبيره ناقص ار الصغيره. يبقى لما بطرح، نركز مع بعض، لما اطرح ار 2 اللي هي من السنتر للجدار السلندر الخارجيه، واطرح منها الار 1، مش يدينا ده سمك طبقه الزيت اللي هي الواي؟ مش دي الطبقه اللي الزيت موجود فيها ولا لا يا شباب؟ ها؟ ايوه.
تمام. يبقى الواي عبارة عن ار اتنين ناقص ار واحد او دي اتنين ناقص دي واحد على اتنين، لان طبعا القطر الكبير ناقص القطر الصغير هيدينا مسافتين، لكن هي في الحقيقة هي مسافة واحدة سمك واحد اللي هو الواي. يبقى ده كده لما اطرح الاتنين الار اتنين ار واحد يديني سمك طبقة الزيت. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى كده طرحت ماشي جبت سمك طبقة الزيت، يتبقى عندنا المساحة المعرضة للفريكشن. ايه المساحة المعرضة للفريكشن؟ مين شاطر يقولها؟ ها ايه المساحة المعرضة للفريكشن؟ هتبقى ال 4% في 14 سم. كام تاني؟ معلش قول تاني. 4% اللي هي الواي اللي احنا لسه جايبينها في طول المكبس اللي هو الحته اللي هيتحرك فيها المكبس اللي هي 14 سم. طيب ركز معايا كده، هو البيستون دوت لما بيتحرك فوق صعودا ونزولا طالع نازل طالع نازل طالع نازل، مش المساحه المعرضه للفريكشن هي المساحه المحيطيه للبيستون ده؟ صح. طب مش المساحة دي عبارة عن المحيط بتاع البيستون في ال، محيط البيستون في ال، محيط البيستون في ال، مش ده يدينا المساحة المحيطية دي ودي المعارضة للفريكشن؟ ها كأن قلم بيتحرك جوه لبست القلم، قلم بيتحرك جوه لبست القلم، مش يبقى الفريكشن حصل على محيط القلم ده؟ هي يا شباب مفهوم ولا لا؟ مش يعني اجيب مساحه الدايره في الدول يا دكتور، اجيب محيط البيستون، المحيط كان انت بص كان البيستون دوت انت شقيته وفردته، فردته كبليت، هيبقى عرضه من فوق باي دي وطوله ال اللي هو 14 سم، ده المساحه المعرضه للفريكشن. ها مفهوم ولا لا؟ جربها، امسك قلم في لبيسه كده، القلم طالع نازل في اللبيسه، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، خلاص يبقى بدا يبقى في فريكشن على المحيط عندنا، وبالتالي الفريكشن دوت سبب الايه ده السطح المعرض للفريكشن الموجود عندنا. وبالتالي لما نيجي بقى نحل المساله اهي، نطلع الحاجات قدامنا كده، انا عندي القانون اهو تكتبه قدامك وتدور على المجاهيل، اف تساوي الميو في الفي على الواي في الاي، اف تساوي الميو في الفي على الواي في الاي، الاف عندي بكام؟ ها الاف عندي قايل لي بكام؟ 86 كيلو جرام. حلو قوي، امال هو ليه ضرب الكيلو جرام ضربه في 10 اس 5؟ ليه؟ عشان يحولها للدايون؟ عشان يحولها لايه؟ ها؟ ايه العلاقة ما بين؟ يلا ايه العلاقة ما بين؟ حول نيوتن ومن نيوتن حولها دايم. ايوه يبقى حول الكيلو جرام للنيوتن، ضرب في كام؟ اهي. ضرب في 9. بص خليك ركز معايا اهو، بص يا سيدي. الكيلو جرام ضربه في 1000 عشان بيبقى بقى كده ايه؟ جرام. طب ومن الجرام من الجرام عشان اروح للداين اضرب في ايه؟ 980. فطلعت الوحده داين. طب هو ليه حول خلى دي بالداين؟ عشان عندي هو مديني الميو بالضبط. ايوه عشان الميو عندي بالداين في السكند على سنتيمتر سكوير، يبقى ما ينفعش احط ديت 65% داين واحط ديت بالايه؟ بالكيلو. مفهوم ولا لا يا شباب؟ تمام. خلوا بالكم الامور بسيطه بس عايزه التركيز في الامتحان. تساوي الكلام ده على 2% اللي هي سمك طبقه الزيت اللي هي عباره عن ايه؟ ار 2 ناقص ار 1، يبقى 12 على 2 ناقص 11 على 2، لان طبعا دي اقطار اللي فوق مقسوم على 2 عشان تدينا ريديوس، تساوي 2%. راح واخد ال 2% دي وحطها تحت اهي مكان الواي. طب ايه بقى يا سيدي ال 526؟
526 دي تمثل ايه؟ ها؟ الاريا اللي هي اهي عبارة عن ايه؟ 2 باي ار ال، 2 باي ار ال، قلنا المحيط في المسافة، المحيط في الارتفاع، والمحيط 2 باي ار او باي دي، يبقى 2 باي ار، طبعا الار 11 96 على 2 في ال اللي هي 14، اديتنا المساحة مش موجود عندي في المعادلة دي غير الفي، فطلعت الفي عندي ب 49.3 من 10 سنتيمتر بير سكند. وبكده يبقى احنا حلينا اغلب الافكار الموجودة عندنا على الفيسكوستي وعلى السيرفيس تنشن، وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى.